خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الحملة الوطنية لعيد مبارك نظيف. تتزايد الكلفة البيئية والصحية لارتفاع حجم النفايات خلال هذه الأيام، حيث يؤثر ذلك على صحة الإنسان والحيوان وعلى الفرشة المائية. وبسبب ارتفاع الحرارة تتعفن الجلود بسرعة، لذا ينبغي فرز جلود الأضاحي عن النفايات حفاظا على البيئة وسلامة المواطنين. فإهمال جلود الأضاحي يسبب ضياع 85 من الجلود، وبالتالي خسارة المغرب سنويا ما يقارب 7 مليار سنتيم. ومن أجل مساهمة سليمة وفعالة في الحد من هذه الخسائر، يجب علينا أولا الحفاظ على جلود الأضاحي خلال عملية السلخ من التمزق أو الخدوش، ومباشرة بعدها رش الملح على جلد الأضحية والحفاظ عليها في مكان به تهوية كافية لضمان إمكانية استعمالها في صناعة الجلود. ثانيا جمع مخلفات الذبيحة في أكياس مغلقة. ثالثا عدم رمي نفايات العيد في مجاري الصرف الصحي، وعدم رمي الجلود بمطارح النفايات، وبالتالي نساهم جميعا بسلوكات صديقة للبيئة. عيد مبارك نظيف. مع تهاني كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.